بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب علامات النبوة، يعني دلائلها ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أيده الله بها ليظهر صدقه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا من معجزات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وقع كما أخبر أن الله عز وجل أظهر هذا الدين، ما شاء الله عز وجل من ذلك حدث، وسيتم ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، أتم النصر رغم أن كل من عاداه حاول غاية جهده وبذل كل ما في وسعه ليمنع هذا النور من الظهور، فأظهره الله سبحانه وتعالى رغم ذلك. ومن تأمل حال العالم اليوم، بل وفي كل زمان، لوجد أن أعظم أمر يقع عليه الاختلاف بين الناس هو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. تجد المعارك المستمرة والصراع الدائم بين من صدق واتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، وغير ذلك من الصراعات البشرية سرعان ما يضمحل ويزول، ويبقى الأمر متكررا حول ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم أثر في تاريخ العالم لمن تأمل التاريخ كله هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بعثه الله عز وجل به من النور والهدى. قال الشافعي: فقد أظهر الله رسوله على الأديان بأن أبان لكل من سمع أنه الحق، ومن خالفه من الأديان باطل. هذا ظهور الحجة منذ بعث عليه الصلاة والسلام. كل من سمع به عليه الصلاة والسلام أبان الله له أن ما بعثه به هو الحق، وأن ما خالفه من الأديان باطل. كل مناظرة، كل حجة يبحث فيها بإنصاف بين الإسلام وبين ما خالفه من الملل، يظهر تماما لكل عادل منصف أن دين الله هو الحق وأن ما سواه باطل. يقول: وأظهره بأن جماع الشرك دينان، دين أهل الكتاب ودين أميين، دين اليهود والنصارى ودين أميين عباد الأوثان ومن لا دين له أهل الملل الأخرى. يقول: فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها. يعني لم يكرهوا على الدين، ولكن قهرت دولتهم، فدخل كثير منهم في الإسلام بعد زوال الدولة، وليس أنهم دانوا بالإسلام كرها، أنهم أكرهوا عليه وأرغموا على الدخول فيه، فإن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين. ولا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكره أحدا على الدخول في الإسلام، إلا أنه أمر بقتل المرتد، وأما ما دون ذلك فقبل منه الجزية وأمر بقبول الجزية من سائر أهل الملل، فلم يكره أحد على الدخول في الإسلام. قال:
وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعض الجزية صاغرين، وجرى عليهم حكمه عليه السلام. فهذا ظهوره على الدين كله. قال ويقال ويظهر دينه على الأديان كلها حتى لا يدان الله إلا به، وذلك متى شاء الله. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. يعني ظهر الإسلام في جزيرة العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على ملل المشركين وملل أهل الكتاب اليهود والنصارى، منهم من قتل لما غدر ونقض العهود، ومنهم من دفع الجزية عن يد وهو صاغر ودان بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حكم به. ثم يكون تمام ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فأخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كل بقعة في الأرض سيبلغها الإسلام، وسيظهر فيها بإذن الله تبارك وتعالى عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. متى يقع ذلك؟ متى شاء سبحانه وتعالى، على أن ذلك سيكون تاما إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قال البغوي رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني نبأ محمد صلى الله عليه وسلم. من عاش علمه لظهوره وتمام أمره، كما قال الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. ومن مات علمه يقينا، علم أن نبأ النبي صلى الله عليه وسلم حق. ولتعلمن نبأه بعد حين نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة محاصر، ولم تمضي يعني إلا أقل من 20 سنة منذ نزلت هذه الآيات، وقد فتح المسلمون بلاد فارس والروم ومصر وأفريقيا، وامتدوا إلى بلاد ما وراء النهر 20 أو 30 سنة في امتدت الفتوحات الإسلامية. وظهر أن نبأ محمد صلى الله عليه وسلم هو النبأ المغير لوجه العالم. ومنذ ذلك التاريخ والمسلمون قد فرضوا وجودهم وحضارتهم على العالم، لا يمكن أن تغفل هذه الحضارة، ورغم كل ما اعتراها من فتور أو عجز أو نقص أو يعني سيطرة العدو عليها، فلا تزال المبادئ التي بنيت عليها حضارة المسلمين تقاوم وتعلو فوق كل حضارة أخرى. لا يوجد أمة هزمت عسكريا وهزمت من غلبها منهجيا إلا أمة الإسلام. الأمم الأخرى تهزم عسكريا تدخل في يعني عقيدة ومنهج من غلبها، وهذا ظاهر جدا في عقيدة اليهود والنصارى. اليونان والرومان لما قهروا النصارى لوثوا عقيدتهم برجس الوثنية والفلسفة اليونانية ومظاهر الشرك عند الرومان، والتثليث قضية أصلا مأخوذة من عند هؤلاء، ونظرية الانبثاق والولادة الأزلية كلها مأخوذة من عندهم. فغلبوهم في اعتقادهم لما غلبوهم عسكريا، أما أهل الإسلام فشأنهم عجب. أولا قد ثبت انتصار، يعني أولا ملكهم بقوتهم التي قواهم الله عز وجل بها، حتى قام دينهم في الآفاق دون أن يغلب، دون أن تغلب الأمة. هزيمة الأمة هزيمة ماحقة، هزيمة شاملة يؤدي إلى تحريف الملة. الأمة بفضل الله ما وقع لها ذلك قط، ولكن قامت دولتها في بأيدي أبنائها الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، فظل الدين محفوظا قائما، أولياؤه قاموا به. ثم حدث ما ذكرنا عندما انهزمت بعد سنين طويل، بعد قرون
الأمة الإسلامية أمام عدوها غلبت من خالفها. أولا بقوا في يعني الديار التي فتحوها لا يمكن أن يقتلعوا منها، لا يمكن أن يخرج هذا الدين ولا هذه الحضارة من هذه البلاد. تأمل، فتح المسلمون معظم بلاد العالم في أقل من 100 سنة، وعندما حاول أعداؤهم أن يخرجوهم من الأندلس مثلا ما استطاعوا إخراجهم إلا بعد 8 قرون وزيادة، 10 قرون تقريبا، 9 قرون، وما أخرجوهم إلا بالإبادة الجماعية وأنواع التسلط الظالم. سبحان الله، يعني المسلمون فتحوا مثلا بعض بلاد وسط آسيا، شرق غرب آسيا، كبلاد القوقاز ونحوها منذ العهد الأول، وتعرض هؤلاء الناس إلى أنواع من يعني الإبادة وما زالوا متمسكين بالإسلام. وكما ذكرنا الأمة تغلب من غلبها، التتار والترك قاومهم المسلمون، يعني حاربهم المسلمون وغلبوه، وغلبهم التتار مدة من الزمن وفتكوا بالبلاد التي تسلطوا عليها، ثم دخل التتار في الإسلام وصاروا الآن الترك والتتار من جنود الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركوا الترك ما تركوكم، لأجل أن يعني مصلحة المسلمين في ترك قتالهم. فسبحان الله وقع ما وقع من القتال، ما تركونا، ثم صار الترك قوة الإسلام الضاربة الفاتحة التي فتحوا قسطنطينية طيلة 4 قرون تقريبا و5 قرون إلى أن زالت الخلافة العثمانية. فتأمل هذا العجب، يعني لأن نبأ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم عبر التاريخ لا يمكن أن يغفله أحد، ولا تعلمن نبأه بعد حين. يقول وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جعل الله القرآن دلالة على نبوته، أعجز الخلق عن الإتيان بمثله أو مثل سورة من مثله، وأبقاه في أمته إلى قيام الساعة ليكون حجة على من جاء بعده ممن لم يره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ما تضمن من العقائد الواضحة البينة الخالية من أي خرافة أو معنى باطل متناقض، والعبادات يرحمكم الله، والعبادات العظيمة التي بها صلاح النفوس والأبدان والأقوال، وأعظم أنواع الثناء على الله عز وجل في هذه العبادات، والمعاملات العادلة التي فيها الإنصاف وتحصيل المصالح والخير، والأخلاق الفاضلة التي لم توجد في أمة من الأمم يعني مثلها هذه الأخلاق، وأنظمة الحياة العامة. القرآن تضمن كل ذلك بأحسن بيان للفرد والأمة، للرجل والمرأة، لنظام الدنيا والآخرة، فيما يتعلق بعقيدة الإنسان وعبادته وأخلاقه ومعاملاته ونظام المجتمع والملك والسلطان الذي يكون فيه، أنظمة شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان في القرآن العظيم. لذلك يدرك عظمة القرآن كل عربي وغير عربي، يدرك عظمته وإعجازه كل أحد. هذا العربي يدركه من الإعجاز اللغوي، ويدركه بالإعجاز التشريعي والخبري والإخبار عن المغيبات وكمال يعني المعاني الإيمانية فيه وأثره في القلب، ويدركه أثره في القلب، ويدركه غير العربي بكل هذه المعاني عدا الإعجاز اللغوي، فإنه الذي لا يحسنه، ولكن إذا تعلم العربية أدرك بالفعل الإعجاز اللغوي للقرآن. عن أنس يعني ذكر أولا أدلة الظهور، أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، ما أظهره الله به وما أخبر به من أنه نبأ عظيم سيعلمون نبأه بعد حين،
والقرآن العظيم. ثم سأشرع في ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان في صغره عليه الصلاة والسلام، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة قطعة دم متجمد، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره أمه من الرضاعة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره. وربما قال حماد: إن رسول الله أتاه آت فأخذه فصرعه وأتاه جبريل عليه السلام. حديث صحيح أخرجه مسلم. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان له أثر، عملية جراحية عجيبة، لم يكن في هذا الوقت يعني تعرف هذه العمليات ولا يقوم أحد بشيء منها، وظهر وظل أثرها. رآه أنس رضي الله تعالى عنه منتقع اللون، انتقع لونه وانتقع وابتسر بمعنى واحد. وقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ باسرة، أي متكرهة مقطبة. منتقع اللون يعني متغير اللون. عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. سماع تسليم الأحجار عليه الصلاة والسلام. أخرجه مسلم. عن علي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فرحنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر، لم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يعني شهده الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا يدل على أن الحديث الأول جاء بمسمرة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كان يسمعه الصحابة ويشاهدونه أحيانا. هذا الحديث فيه في سنده ضعيف ومجهول. عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، جبل حراء رأوه بين الشقتين. قال جماعة من المنكرين على هذا الحديث: هذا أمر عجيب، ولو كان له حقيقة لم يخف ذلك على العوام، ولا تناقلته القرون، ولا خلد ذكره في الكتب، وذكره أهل العناية بالسير والتواريخ. قيل لهم: هذا شيء طلبه قوم خاص على ما حكاه أنس، فأراهم ذلك ليلا وأكثر الناس نيام، ومستكنون بالأبنية والأيقاظ في البداوي والصحاري، قد يتفق أن يكونوا مشاغيل في ذلك الوقت، وقد يكسف القمر فلا يشعر به كثير من الناس. وهذه حقيقة، وإن كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر، ولو دامت هذه الآية حتى يشترك فيها العامة والخاصة ثم لم يؤمنوا لاستؤصلوا بالهلاك. فإن من سنة الله تعالى في الأمم قبلنا أن نبيهم كان إذا أتى بآية عامة يدركها الحس فلم يؤمنوا أهلكوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلم يظهر الله سبحانه وتعالى هذه الآية للعامة لهذه الحكمة، والله أعلم وله الحمد. يعني كان في وقت ولم يطل هذا الشق للقمر، وقد قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن دلائل وقوع هذا وإدراك العرب له أنها نزلت سورة تتلى ولم يقل أحد من المشركين هذا ما وقع، وقد انتشرت هذه السورة وحفظت في العهد المكي ثم العهد المدني، ومع ذلك ما أنكر هذا الأمر أحد من المشركين. هو بعضهم يذكر أن هناك دلائل على حدوث شق
في سطح القمر، لكنهم لا يعرفون تاريخه بالضبط. ها ما شاء الله، بعض الناس يقول أن التاريخ في الهند مؤرخ بتاريخ شق القمر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أعطاه الله عز وجل قدرة في البصر على أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه. متفق على صحته. كان يراهم في الصلاة صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. لأن المقصود بالآيات التي نزل التي رآها الصحابة ليست لأنهم كانوا يطلبون آيات، إن لم يروها عذبوا، وإنما كانوا يرون الآيات زيادة في الإيمان، فهي زيادة في الخير فهي بركة. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضله من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري في صحيحه. أنتم تعدونها تخويفا كما ذكرنا، لأنهم يظنون أن الآيات المعجزات لا تأتي إلا على سبيل التحدي لقوم منكرين. وقد وقعت دلائل نبوة كثيرة جدا وعظيمة، يعني من غير طلب من الصحابة ولا وقوع إنكار منهم. عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. اتفق على صحته. هذه واقعة أخرى، الأولى في سفر والثانية في المدينة. قال: وهذه آية ومعجزة، وقيل هذا أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسى عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا جعل من آيات موسى أنه يضرب العصا، يضرب الحجر بالعصا فتنبع إيه؟ ففجرت منه 12 عينة. هذا أبلغ، يقول لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء، يعني وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وليس في طباع أعضاء بني آدم ذلك، ليس في طباع أن ينبع الماء من بين أصابع أحد. عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة إناء، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ منه ولا نشرب إلا ما في ركوتك، في الإناء اللي قد كده، إناء في هذا الحجم، الجيش 1400 ليس عنده ماء للشرب ولا للوضوء إلا هذه الركوة. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. متفق على صحته. عن أبي قتادة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فلما كان في بعض الطريق تخلف لبعض حاجته، وتخلفت معه بميضاءة، وهي الإداوة، ما يتوضأ فيه، إناء يتوضأ فيه. قال أبو قتادة: فقضى حاجته ثم جاءني، فسكبت عليه من الميضاءة، فتوضأ وقال لي: احفظها فلعله أن يكون لبقيتها شأن، يعني ما بقي من الماء الذي في هذا الإناء الصغير.
قال: وسار الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرفقوا بأنفسهم، وإن يعصوهما يشقوا على أنفسهم. هذا كان مقصوده في هذا الجيش، وإن كان اللفظ عاما فهو يصلح فيما بعد ذلك. قال: فكان أبو بكر وعمر أشار عليهم ألا ينزلوا حتى يبلغوا الماء، ما ينزلوش للراحة حتى يبلغوا الماء. وقال بقية الناس: بل ننزل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلوا. قال: فجئناهم في نحر الظهيرة، في شدة حر الظهيرة، وقد هلكوا من العطش. أبو بكر وعمر كان رأيهم يستمر في السير، والسير يخفف على الإنسان الشعور، وسوف يصل. إذا نزل وجد الماء فشرب، لكن ينزل يحل عليه العطش والتعب ولا ماء. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالميضاء فأتيته بها فاستبطأها ثم جعل يصب لهم فشربوا. فاستأبطها يعني وضعها تحت إبطي، وجعل يصب لهم فشربوا حتى رووا وتوضأوا وملأوا كل إناء كان معهم، حتى جعل يقول: هل من مال من يملأ؟ قال: فخيل إلي أنها كما أخذها. وكانوا يومئذ 72 رجلا. إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي قتادة. عن عمران ابن حسين قال: سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه. قال: فأصابهم عطش شديد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، قال: أحسبه عليا والزبير أو غيرهما. فقال: إنكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا، معها بعير عليهم مزادتان، فأتياني بها. قال: فأتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير، فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ومن رسول الله؟ هذا الصابئ الذي خلف دين قومه؟ قال: هو الذي تعنين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن يفهماها، هم الناس كانوا يسمونه ليه الصابئ. فقال: هو الذي تعنين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أنهما سيلقيان هذه المرأة في المكان الفلاني، وأن حالها سيكون أن معها مزادتين. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، فجعل في إناء من مزادتيها، يعني جاب إناء ووضع ماء من المزادتين. ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت. عزلاء الفتحة التي يصب منها. قال: ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران: حتى كان يخير إلي أنها لم تزدد إلا امتلاء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط، ثوب المرأة يعني كان معها ثوب فبسط، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها طعاما صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا. الماء كما هو، وزادها الطعام الإحسان. قال: فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو إنه لرسول الله حقا
صلى الله عليه وسلم. فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. هو السحر لا يؤثر إلا في يعني الخيال يعني يوهم الناس بشيء، يتعلق دائما بالحالة النفسية للإنسان، يتوهم أنه رأى، يخيل إليه أنه سمع، يخيل إليه أنها تسعى، ودائما يتعلق بالسحر، يعجز عن امرأته ونحو ذلك. أما أن يوجد شيئا من العدم، ليس هذا في قدرة الإيه؟ الساحر. المية دي الناس شربت وأكلت في ال ولذلك أسلموا جميعا، اتفقوا على صحته. المزادة التي يسميها الناس الراوية، والراوية البعير الذي يسقى عليه، وهذه المزادة والسطيحة نحو المزادة، غير أنها أصغر من المزادة، فهي من جلدين، والمزادة أكبر. والصبي عند العرب الذي خرج من دين إلى دين، وكان المشركون يقولون لمن أسلم قد صبأ فلان. والعزلاء هي فم المزادة الأسفل يخرج الماء منه خروجا واسعا، والحواء بيوت مجتمعة على ماء وجمعها أحوبة. وفي الحديث دليل على أن أواني المشركين على الطهارة ما لم يعلم نجاستها، وفيه أن أخذ ماء الغير يجوز عند ضرورة العطش بالعوض، وقد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من الزاد ما كان عوضا عن مائها. بالحقيقة هي لم يؤخذ منه شيء حتى يكون عوضا، لكن أعطاها إكراما وإحسانا. عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا نحن نسير معه، إذ مررنا ببعير يسنى عليه، قال: فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه. جرجر أصدر صوتا، صوت الجيران باطن عنق البعير، باطن عنق البعير له ظاهر وباطن، حتى جرجر فوضع جيرانه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال: بل نهبه لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. قال: بل نهبه لك يا رسول الله، بل نهبه لك، فإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، ومش عايزين يبيعوه عشان ملهمش إيه حاجة، بس مكسوفين. فقال: أما إن ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العرف، فأحسنوا إليه صلى الله عليه وسلم. الرفق بالحيوان وسماع شكوى الحيوان وفهم مقصده. والمعجزة الظاهرة في أن البعير أتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع باطن رقبته في الأرض عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له شيء الشجرة جاءت تشق الأرض حتى غطته ثم رجعت، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال: ثم سرنا فمررنا بماء، فأتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره، منخر الولد، ثم قال: أخرج إني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرنا، فلما رجعنا من سيرنا مررنا بذلك الماء، فأتته المرأة بجزر ولبن، فأمرها أن ترد الجزر، وأمر أصحابه فشربوا اللبن. فسألها عن الصبي، فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. أخرجه أحمد. له شواهد مع ضعفه، أخرجه الحاكم عن يعلى ابن مرة عن أبيه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا، نزلنا منزلا فقال: انطلق إلى هاتين الشجرتين. ف
فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما إن تجتمعا. فانطلقت فقلت لهما ذلك، فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها، فمرت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقيا جميعا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما، ثم قال انطلق فقل لهما لتعد كل واحدة إلى مكانها، فأتيتهما فقلت ذلك لهما، فعادت كل واحدة إلى مكانها. وأتته امرأة فقالت إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه، فأدنته منه فتفل فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته معها كبشان وأقط وسمن، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الكبش فاتخذ منه ما أردت. فقالت والذي أكرمك ما رأينا شيئا منذ فرقتنا. ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنحروه واجعلوه في الإبل يكون معها. اشتكى له يعني أنهم إيه يعني لم يراعوا أنه خدمهم كل هذه المدة. سنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الحديث الذي قبله كشاهد يعني. عن سلمة قال بمثل هذه القرصة الخفيفة ماشي، بس ما يقعدش بقى يكسر له دماغه يعني. لو اخذ من خاره وقال اخرج عدو الله نعم، لكن مش بالضرب اللي هو بيحصل ده، هذا ليس بضرب في الحقيقة. عندما يأخذ بأنفه هذا شيء يسير جدا. عن سلمة قال خفت أزواد القوم وأملقوا، افتقروا يعني إملاق فقر، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبليكم؟ هي الوسيلة المواصلات، ماذا سيصنعون في العودة إلى المدينة لو نحروا الإبل؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع بساط جلد، وجعلوا على النطع، وجعلوه على النطع، جعلوا الفضائل اللي عنده كسرة اللي عنده يعني بقايا طعام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوايتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم قال في غزوة تبوك وقال اجتمع على النطع شيء يسير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم البركة، ثم قال خذوا في أوياتكم، فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. احتج به البخاري في النهد في الطعام في جواز قسمة ما يكال ويوزن مجزفة وقبضة قبضة، يعني لا يلزم أن يوزن أو يكال. قول قولي هذا واستغفر الله.
هل يجوز لخاطب أن يخرج مع خطيبته وأمها لشراء أشياء خاصة بالزواج والكلام معها بدون محرم معهم؟ أنا لا آمن عليهم ذلك، خصوصا مع فساد الأحوال وضعف حال الأمهات وضعف عقول البنات. يصدر هذا الخطيب لخطيبتي أوامر افعلي ولا تفعلي، هو ماله؟ هو أجنبي عنها. هذا الأمر إن كان يعني العبرة بضوض الضوابط الشرعية في المعاملة، وغالبا في مثل هذه الأحوال لا تحصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا وحشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.